لكن يا جماعة، لكن أفتكر زمان كان عندنا حصة اسمها التربية الرياضية اللي احنا كنا بنقول عليها الألعاب. يعني هرجعكم زمان شوية. أفتكر زمان كان عندنا حاجة بنقول الرياضة أخلاق. دلوقتي الأخلاق بيتداس عليها، بتلغى تماما، بتشوه تماما على مرأى ومسمع من الجميع. فلازم ندور بقى على الناس اللي بتصدر سوء الأخلاق، اللي بيدوسوا على الأخلاق، اللي ودنا اتلوثت من كتر ما بنسمعه. أنا بخاف على أولادي، وأكيد حضراتكم بتخاف على أولادكم، وأكيد كلنا هنخاف على أولادنا من كتر اللي بنسمعه من الناس ومن كتر الأخلاق اللي بتداس. هنعلم أولادنا إيه؟ أنا لغيت قنوات عندي في البيت علشان ابني ما يفتحش تلفزيون يلاقي حد بيشتم، يلاقي حد بيقول لفظ، يلاقي مش عارف مجموعة بتعمل إيه. فلازم ندور على السبب ده. أنا بتكلم وبناشد كل الناس إن إحنا لازم نشوف السبب ده ونعالجه، مش نصدر بقى ونثير ونعمل فتنة وناس تقلق. مفيش الكلام ده خالص خالص. بكرر وبقول النادي الأهلي بالتاريخ يا جماعة، والله العظيم ما كلامه خلاص، احنا ما نطلعش نتكلم وخلاص. هو ده شكلنا، واحنا ما نعرفش نكون غير كده. نتكلم بالأدب وبالاحترام، لأن احنا بنتعامل مع ناس محترمة جدا، ناس بتشوفنا ليها كل الاحترام والتقدير، كل رموزنا على دماغنا من فوق، بنكرمها وبنقدرها يوم بعد يوم، عمرنا ما بننسى. فاحنا مش هنتقارن بحد خالص. النادي الأهلي طول عمره بيحافظ على اسم البلد، أول ناس تبقى في ظهر البلد، وده الطبيعي، خلي بالكم، وأقل من الطبيعي كمان، وأقل من الطبيعي. يوم ما بيحصل أي حاجة بتلاقي كل مصر، ده الطبيعي. فصعب قوي الكلام اللي بيتقال، وصعب قوي إن أنا أؤمن إن الأمن مش هيقدر يأمن ماتش. أنا لأن أنا مصري عارف بلدي وعارف شرطتي وعارف جيشي، يأمنوا ماتش في مش عايز أقول يعني الاسم. فصعب جدا. النادي الأهلي في الحالتين موضوع أمني على راسنا من فوق، مع إن مفيش أسباب، لكن على راسنا من فوق، وكل الاحترام والتقدير للبلد بجيشها بشرطتها بسلطاتها على دماغنا من فوق، محدش يقدر يتكلم. موضوع خوف برضو لازم نقدر يا جماعة إن إحنا نادي مرعب فعلا. فرقتنا دلوقتي ما شاء الله مرعبة، أيا كان بقى المنافس، أيا كان مين. فان هو يأجل الماتش عشان يعني قلقان او حاجه، ايا كان الاسم، مش والله عظيم على اسم معين، بس ايا كان الاسم، فبرضو انت لازم يعني تقدر الكلام ده كله. ده الموضوع، ما تشغلوش دماغكم خالص خالص. مش عايزين نصدر مشاكل لينا، او مش عايزين الموضوع المفتعل ده يأثر علينا ونشوف انه مش عارف الكابتن بقى يعمل ايه احنا ملناش فيه اصلا، احنا ملناش في القصه. احنا نادي اتلعب، احنا كل هدفنا ان المسابقه تبقى منتظمه للارتقاء بالرياضه المصريه بس، فقط لا غير. وعايزين نحافظ على اللجنه الخماسيه، مش عايزين برضو اي حد يطلع احنا عايزين نحافظ عليهم بقى، عايزين نحافظ عليهم، عايزين الناس تحميها عشان احنا نثق فيها. اذا كان هو مش هيحمي نفسه او الناس مش حامياه، فطبيعي ان هو مش هيحمي الانديه. فبرضو احنا كل الاحترام والتقدير للجنه الخماسيه، كل الاحترام والتقدير ليهم، وكل المسانده والدعم ليهم. وعايزين نفضل زي ما بدأنا، كنا متوسمين خير، وإن شاء الله برضو لسه متوسمين خير.